السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم كلها مزيانه. مرحبا بكم في القناه، واللي كيزور القناه ديالي لاول مره ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ونبداو على بركه الله. المهم اليوم معنا شي حويجه ديال شيئين. المهم كما كتشوفوا هذه صنداله اللي فيها هاد لي زيستراس، ومن هنايا في الكحل، وعند هاد القدم هذا زجاجي. نعاود حتى هي بحالها، هادي في البيج حتى هي عند هاد القدم ديالها، ما عاليش بزاف وما حاضرش بزاف. وهذه حتى هي البنات صندالة على هذا الشكل، هذا حتى هي في البيج عندها السميطات، حتى هي القدم ديالها على هذا الشكل. الطاية ديالها 39. وهذا بنات صاك، صاك صغيور في الكريمة، عندو هاد السنيسلة هادي حتى هي في الكريمة، وعندو السمطة، السمطة طويلة. ومشكيل ديالو بحال هكا، هذا البنات تي شورت صغير مع الشورت ديالو على هذا الشكل، هذا ديال ليكرا، ليكرا رقيقة. هادي عاود الشاية، شاية فهاد الشويبي هذا. المهم من هنايا كيديروه محرشين باش ما كيطيحو ما والو. هادو البنات مجموعة ديال الشيتات ديال المكياج، كاين فيهم طايات صغار وطايات كبار، طاية لي مويان وطاية لي كبيرة، وين فيهم جميع لي طاي. المهم هادي واحد لعيبة ديال الدراري كيعلقوها في عنقهم، بحال المهم زجاجية وفيها واحد الوريضة لداخل. وهادي ماشي سنسلة، يعني غير ديال البلاستيك. هادي كسيوة، كسيوة طويلة نصكم،
عندها الجبادة هنايا في هاد السطيفات غير ديكور، يعني ما كاينه فيها لا فتحه لا والو. عندها الجباده كسوه طويله، عندها الفرو لداخل، المهم في هاد اللوين هذا زوين. هاد البنات صاك على هاد الشكل هذا، عندو رجيلات هاد الابيض، عندو السلسلة ديالو على هاد الشكل هذا مبرومة، المهم السكن اللي خرجو دابا عندو هاد الجبادة هذا في الفم. هذا تيشورت على شكل قميجة، عندو هاد الريضة هذا في العنق، ومن هنايا فيه التكريش، ما فيه لا جبادة لا والو، غير التكريش وصافي، وهاد الريضة في العنق. المهم البنات هادي ديال المساج، كيديروا بها المساج في الوجه على الشكل هذا، تكون عندها هاد اللعيبه هادي بارده، المهم كيماصيو بها، حتى هي زوينه الصراحه، يعني مجربينها يعني فعاله. هادو البنات سنيسلة وطوانق، المهم هادو طوينقات على شكل فراشة، كاينين جوج ديال الطوينقات، وكاينة هاد الفراشة هادي ديال السنسلة. المهم على هاد الشكل هذا البنات، كاين الطوينقات وكاين هاد العلاقة ديال السلسلة، وكاين البنات هاد الخويتمات هادو، يعني البنات اللي كيبغيو يديرو الخواتم في الصبعان ديالهم كاملين. المهم كاينين هنا بزاف ديال الخواتم. المهم البنات وصلنا لنهاية لا فيديو، وسلام عليكم البنات الى فيديو جديد ان شاء الله.